طيب، بمناسبه حديث بريرا في المؤتمر الصحفي، معايا عبر الهاتف الان الكابتن وليد عبد العزيز رئيس لجنه الحكام السابق بمنطقه الغربيه. يا فندم مشرف ومنور. ربنا يخليك يا استاذ كريم، ويعني مش عايز اقول عايز اقول لحضرتك ان انا بجد سعيد ان انا مع حضرتك. شرف ليا يا فندم. عايز اقول ان بجد من البرامج اللي فعلا انا ببقى حريص على متابعتها. يا رب ربنا يوفقك يا استاذ كريم. انا متشكر جدا يا كابتن وليد. عرفنا ان حضرتك قدمت مقترح مهم جدا للجنة الحكام المصرية، نحب نعرف مضمون هذا المقترح. بص يا استاذ كريم، هو انا في شهر قبل مستر بريرا ما يبقى موجود في مصر كان في ترشيح ليا انا وكابتن تامر دوري ان احنا نكون موجودين ضمن لجنة الحكام اللي كان موجود فيها كابتن محمد فاروق. فبعد وصول مستر بريرا طبعا اتعمل جواب من لجنة الحكام بإضافة اسمي واسم الكابتن تامر للجنة لعضوية لجنة الحكام الرئيسية. فالمستر بريرا قال طبعا على الأقل أشوفهم، يعني أقعد معاهم وأشوفهم الأول قبل الإضافة وكده. عظيم. وبالتالي فعلا أخدت ميعاد معاه ورحت قابلته، وكان في موجود الكابتن أحمد أبو العيلة بيترجم. فأول سؤال سأله لي، طب أنت حضرتك ممكن تضيف إيه؟ يعني ممكن، قلت له والله انا عندي مشروع تطوير كامل التحكيم، بدايه من دخول الحكم اصلا في المجال عن طريق اختبارات الترقي اللي هي اصلا موجوده دلوقتي، مش الاختبارات القبول للحكام الجداد ما بتفرس الافضل، وكمان الترقي من الدرجه الثانيه للثالثه ومن الثانيه للاولى ومن الثالثه للثانيه، دي برضو ما بتفرس عندنا الافضل. فانا عندي مشروع لتطوير الحاجات دي كلها، هيفرز لنا الافضل وهنعصر فيها على مواهب كبيره جدا جدا، وكمان بجانب المشروع ده احنا بنكتشف المواهب من البدايه خالص، لان يا استاذ كريم احنا حضرتك بندخل الحكم عنده 17 سنه ممكن في البدايه خالص هو اصلا يعني ما يصلحش يبقى حكم، ولكن بالاختبارات اللي موجوده حاليا اوريدي بيخش، واختبارات نظريه وبقى موجود حكم موجود ويقعد حضرتك معاك 28 سنه حكم. مع احترامي الكامل، ممكن لازم تديله فرص، الفرص دي بتبقى فيها اخطاء، يعني اخطاء بتاثر على نتائج مباريات والكلام ده، نتيجه ان انت في البدايه ما اخترتش صح من البدايه العنصر اللي يصلح ان هو يخش في التحكيم. صح. كان المشروع ده بنبقى احنا عاملين فيه في البدايه، لو في هناخد دفعه جديده ثلاث شهور، دي زي دوره تدريب بيدخل فيها المترشح ان هو يخش يبقى حكم. الاول في خلال الثلاث شهور دول بنديله محاضرات في القانون، بنديله تدريبات عن طريق المعد البدني اللي موجود في كل منطقه، عن طريق المحاضر اللي موجود في كل منطقه بنسكله. بعد كده حضرتك بنعمله الاختبارات الفنيه والبدنيه والقانون، وبناء عليه يا اما هيصلح يا اما لا. يبقى احنا كده حضرتك من البدايه خالص في بدايه الدخول، دي الخطه اللي هي طويله المدى الاول. هاي. اللي احنا من البدايه عايزين اللي يخش التحكيم من النهارده يصلح انه يكون نجم وستار في التحكيم. هايل. بالنسبه للترقي من الدرجات يا استاذ كريم، النهارده انت حضرتك الحكم بيترقى وبيروح يمتحن حضرتك نظري، وبناء عليه بيترقى من درجه لدرجه. انت انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ودي حاجه على المستوى يعني لما اقولها لك دلوقتي هتبقى صاعقه. لما اقول لحضرتك ان 95% من الحكام اللي اترقوا للدرجه الاولى مؤخرا من شهرين مفيش حكم فيهم ادار مباراه في القسم الثالث، انا بتكلم عن حكام السفاره. انت متخيل حضرتك يا استاذ كريم ان انت بقى عندك حضرتك حكم درجه اولى ومش ما صفرش مباراه واحده في القسم الثالث؟ لكن المشروع ده كان بيقول ان لا، الاختبارات دي لازم تكون، ما تبقاش اختبارات في القانون بس، لازم تبقى اختبارات في الملعب واختبارات فنيه واختبار عن طريق المباريات، وبناء عليه هيفرز لنا الافضل. طيب حضرتك بالنسبه للمشروع ده برضو انت عند حضرتك خلاص اوريدي عدد كبير جدا من الحكام في الدرجه الاولى، ووارد ان يكون فيهم حكام تصلح وحكام لا. خلينا نبقى صراحه، صح، لازم حضرتك نعمل اعاده تقييم فرز للحكام دول، اديها فرص، وبناء عليه ان هو بنعمل فيه درجه بين الحكام الدوليين
وبين الدرجه الاولى، اللي يعني اللي ياخد الليفل ده خلاص هو ده اللي هنعتمد عليه، وهو ده اللي هنعتمد عليه في كل المسابقات، مش ممتاز. في درجه معينه او مسابقه معينه ممتاز. احنا خلاص احنا النهارده هنعمل انتقاء للعناصر دي، وهيبقى متاحين بالنسبه لنا ان هم يصلحوا، وفيهم عناصر شابه وعناصر هنستفيد منها في التحكيم المصري ان شاء الله. ده كان بالنسبه للمشروع. طيب كمان في بقيه المشروع، ان احنا يعني نلف المحافظات يا استاذ كريم وننتقي المواهب الشابه الصغيره ونعمل حاجه زي منتخب الامل. عارف انت حضرتك زمان كان في منتخبات طبعا. امل بتتعمل في الانديه من جميع الاعمار السنيه، احنا كمان كنا هنعمل كده. عندك صح. نجم صح. ممكن عن طريق يعني على ما ياخد المراحل بتاعته عشان يوصل لك، يكون زهق طيب. يكون اهمل يكون صح. يكون طب كابتن وليد، بس عشان ابقى في الصوره، رد فعل اتحاد الكره او موقف اتحاد الكره من هذا المشروع ايه؟ بص حضرتك، والله انا يمكن قعدت مع الدكتور ايهاب، وكان حضرتك اللي وانا بقدم المشروع كان الدكتور ايهاب الكومي موجود يعني متحمس جدا للمشروع، ومستر بيرينا نفسه لما انا قدمت له المشروع في المره الثانيه، طبعا هو قال طلب المشروع يا استاذ كريم مكتوب يعني، واول مره دي كانت قاعده شفويه، وبعد كده قال لي لا احنا يعني يا ريت المشروع يبقى مكتوب وكده. فحضرت المشروع وعملته من نسختين، واحده عربي واحده انجليزي، ورحت اتحاد الكوره وقابلت كان الدكتور ايهاب الكومي موجود هناك، وقعد معانا في القعده انا وهو ومستر بريرا وكابتن احمد ابو العيله. تمام. وبناء عليه بعت المشروع للكابتن احمد ابو العيله على الواتساب عنده، وبدا الكابتن احمد ابو العيله يشرح له المشروع. تمام. مستر بريرا اثنى عليه جدا جدا، وقال ان انا يعني في حاجات كتير جدا جدا هعملها منه. العظيم. وبناء عليه ان هو هيستعين بيا في شهر 7 عشان نبدا نعمل المشروع دوت وكده، على اساس ان كانت نهايه موسم وحاجات زي كده. ده شهر 7 ده شهر 7 ده كتير. ولكن ده ما حصلش. ما انا بقول لحضرتك ده كان 7 اللي فات. ما حصلش يعني. اوكي. واوريدي ما فيش مشكله، انا ما كانتش عندي مشكله خالص، وقلت ان المشروع هو موجود عندكم واي حد ينفذه، لان في الاساس التحكيم ده يا استاذ كريم هو بالنسبه لنا عيش، وبالنسبه لنا بنشتغل فيه بدون مقابل. هي كده 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 هي مصلحه، عشان احنا بنحب هو اللي عملنا. طبعا مصلحه التحكيم المصري انا عارف انها هتهم حضراتكم جميعا. كابتن وليد عبد العزيز رئيس لجنه الحكام السابق بمنطقه الغربيه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذا المشروع. حلو الناس تبقى شغاله من بره بقلبها كده يعني، ده دول بقى اللي يتقال عليهم اسره تحكيم حقيقي يعني.